كايرو اي سي تي معني بالتكنولوجي، وده مهم جدا عندنا في الحقيقه في قطاع التامين. الشركه قامت بخطوات كتيره الفتره اللي فاتت، كانت سباقه في الانشورتك من فتره مش قليله، اكتر من 4 أو 5 سنين. جيرني كانت شاقه وطويله، لكن هي الشركه خدت خطوات كبيره جدا تكاد تكون ليدرشيب في سوق التامين كله بالتحولات اللي حصلت فيها. واتصور ان احنا مشاركتنا مش مجرد مشاركه شكليه او رمزيه، لكن هي بتعكس مدى اهتمامنا بالتكنولوجيا ومدى اهتمامنا بالتحول الرقمي ودعمه والاستفاده كمان منه، كمان عشان نعرف اخر مستجدات التكنولوجي اللي بتحصل، عشان نعبر كمان عن اللي احنا وصلنا له واللي احنا قمنا بيه خلال الفتره اللي فاتت، عشان نوصل لشرائح جديده من العملاء ما كناش قادرين نوصل لها، شرائح جديده من البرامج بتستهدف ذوي الدخل المحدود او المنخفض. كل ده ممكن يحصل بالتكنولوجيا. محاولة الوصول لقطاع أكبر ومد في التغطيات التأمينية اللي بتعنينا في المقام الأول لقطاعات غير مخدومة بشكل كبير. كل ما يعني وثيقة التأمين، الوصول لشرائح مش موجودة، سهولة التعامل، سهولة الحصول على التغطية التأمينية برغم وثيقة التأمين من الألف للياء بشكل رقمي، التحصيل بشكل برضه ما فيهوش عناء بشكل رقمي على وسائل الدفع المتاحه. ده اللي اتعمل بشكل ملموس الفتره اللي فاتت. هدفنا مش بس الربحيه، يعني شركه بحجم مصر للتامينات الحياه عندها اهداف كتيره جدا في خدمه المجتمع، هي معنيه بيها اكتر من ان احنا نوسع قاعده المشاركه، نوسع قاعده التغطيه التامينيه لكل المصريين. التحولات الرقميه بتوفر وقت ومجهود وفلوس. الشركه بتعلن عن المركز المالي بتاعها، لكن الحقيقه معدلات النمو الارباح اخر 5 سنين الرقم يمكن يكون كبير على الاستيعاب في حجم النمو الارباح ونمو الاعمال حتى كاقساط في الشركه، لكن الحقيقه قدرت توصل لارقام فوق المستهدفه.